البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي. رئيس الوزراء شريف إسماعيل يواصل زيارته لمحافظة الأقصر لتفقد عدد من المشاريع التنموية بها. انضمام الفرقاطة شباب مصر إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية. منتصف نهار القاهرة، موعد بانوراما إخبارية جديدة نقدمها من النيل الأخبار. أهلا ومرحبا بحضراتكم. نستهل هذه النشرة من فرنسا، ولكن بعد هذا الفصل. يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في باريس بكل من وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة كهرباء وغاز فرنسا، وذلك في ختام زيارته الرسمية لفرنسا التي استمرت 4 أيام. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد التقى برئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار روشي، وذلك بمقر المجلس، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة العلاقات البرلمانية وتطورات الوضع في الشرق الأوسط والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وأيضا جهود الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والإداري. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنمو المتواصل الذي تشهده العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، وذلك خلال لقائه برئيس الجمعية الوطنية الفرنسية فرانسوا دوروجي. تناول اللقاء سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، إضافة إلى عدد من الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط. بحث تعزيز التعاون البرلماني وتبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة مكافحة الإرهاب والتطرف والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، في إطار ما يعرف بالدبلوماسية البرلمانية، أمور تم التشاور بشأنها خلال زيارة السيد الرئيس للجمعية الوطنية الفرنسية الغرفة الثانية للبرلمان الفرنسي، ما يعكس حرص البلدين على التواصل المستمر على كل المستويات. ولدى وصول سيادته لمقر الجمعية الوطنية، كان في استقباله فرانسوا دوروجي رئيس المجلس، وعقب استعراض حرس الشرف في ساحة المجلس تم عقد جلسة مباحثات موسعة ضمت عددا من النواب، منهم رئيس جمعية الصداقة البرلمانية مع مصر في المجلس والنائبة الممثلة للفرنسيين المقيمين في مصر. زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجمعية الوطنية الفرنسية محطة أساسية لإطلاق توجه جديد في العلاقات وزخم يعود بالفائدة على البلدين، حيث أكد سيادته على أهمية الدور الذي من الممكن أن يلعبه النواب الفرنسيون بالتعاون مع النواب المصريين لإطلاق عمل مشترك ولتوطيد ما تم التوافق عليه. وأكد السيد الرئيس أن البرلمان الحالي هو الأوسع تمثيلا في تاريخ الحياة النيابية. الرئيس السيسي استعرض مجمل التطورات السياسية والاقتصادية على الساحة الداخلية وحرص سيادته على إنشاء دولة ديمقراطية حديثة تقوم على سيادة القانون، كما أكد سيادته على مبدأ الفصل بين السلطات. مراقبون يرون أن زيارة الرئيس السيسي للبرلمان الفرنسي الجمعية الوطنية إيمانا من سيادته بأهمية التواصل مع ممثل الشعوب في دول العالم المختلفة، لأنهم يتحدثون بلسان حال الشعوب وليس من خلال الأجهزة التنفيذية. في إطار آخر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأهمية الخاصة التي توليها مصر لتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع كل الدول الصديقة وعلى رأسها فرنسا، وحرصها على الارتقاء بها من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة تلبي مصالح الطرفين. وأعرب الرئيس السيسي خلال لقائه بوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي في ثالث أيام زيارته لباريس
عرب عن تقديره لحرص فرنسا على دعم خطط التنمية المصرية عبر الآليات التنموية المختلفة. لم يكن الوجود الفعلي للعديد من الشركات الفرنسية في السوق المصري إلا مدعاة لتصدر الملف الاقتصادي اليوم الثالث لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى باريس، والبحث عن تعظيم الاستفادة من العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص في الجانبين لإقامة شراكات تسهم في مزيد من التعزيز للتعاون التجاري والاقتصادي. حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، أشاد في بدايتها الوزير بما تشهد علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري من تطور ملحوظ في السنوات الأخيرة، وأكد إعجابه ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وخطط التنمية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وأكد حرصه على تنفيذ ما وجه به الرئيس ماكرون بشأن تطوير علاقة الشراكة الاستراتيجية ودعم برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه مصر. ومن جانبه أكد الرئيس الأهمية الخاصة التي توليها مصر لتطوير علاقتها الاقتصادية والتجارية مع فرنسا من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة تلبي مصلحة الطرفين وتساهم في خلق فرص عمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى ما يتيحه برنامج الإصلاح الاقتصادي من فرص جديدة لتوسيع نشاط الشركات الفرنسية في مصر، وأعرب عن تطلعه للاستفادة من الخبرات الفرنسية للتعاون في مجالات الملابس الجاهزة والمنسوجات، قطاع تصنيع السيارات ومكوناتها، والصناعات الدوائية والسكك الحديدية، فضلا عن مجالات البحث والابتكار والتطوير. وعقب ذلك شارك الرئيس في لقاء موسع مع عدد كبير من رؤساء كبرى الشركات الفرنسية، وشهد اللقاء حوارا مفتوحا استعرض خلاله الرئيس ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذ وفق 4 محاور رئيسية تشمل الإصلاحات المالية والنقدية والسياسات الحماية الاجتماعية، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية وجهود الحكومة لخلق بيئة استثمارية، وما تم تبنيه من حزمة من الإصلاحات والتشريعات وتطوير الجانب الإداري والمؤسسي لتبسيط الإجراءات مع منح الحوافز في المجالات الاستثمارية ذات الأولوية. وعرض الرئيس المشروعات القومية الكبرى في مصر، ودعا الشركات الفرنسية للاستثمار فيها وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس. ومن جانبهم أشاد رؤساء الشركات الفرنسية بمناخ الاستقرار الذي تشهده مصر وتوفر فرص استثمارية واعدة في العديد من المجالات، واستمع الرئيس إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتطوير مناخ الأعمال في مصر. وفي نهاية اللقاء أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي توجهه قريبا إلى مصر على رأس وفد يضم عددا كبيرا من الشركات الفرنسية من أجل بحث سبل تنفيذ مشروعات مشتركة في العديد من المجالات. لقاء اليوم يستهدف التمهيد لمرحلة جديدة ونقلة نوعية في العلاقات التجارية والاقتصادية بين القاهرة وباريس، ويسعى في المقام الأول إلى الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية الضخمة للجانبين لطرح وتبني مبادرات جديدة من شأنها مزيد من المشروعات الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين. لقاء آخر أجراه الرئيس مع سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية السيد أنجيل جوريا بمقر إقامته، وأكد الرئيس على الأهمية التي توليها مصر للتعاون مع المنظمة في إطار برامج مكافحة الفساد والشفافية. ومن جانبه أشاد سكرتير عام المنظمة بالتعاون الكامل الذي تلقاه من الحكومة المصرية والذي يمتد على مدار أكثر من 10 سنوات، واستعرض البرامج التي تقوم المنظمة بتنفيذها مع مختلف الوزارات والمؤسسات المصرية، ومن بين برنامج تعزيز المساواة بين الجنسين ورفع قدرات المرأة المصرية، فضلا عن البرامج الخاصة بدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. من باريس، سحر ناجي، التلفزيون المصري. وتبقى معنا ويبقى معنا أو ينضم إلينا محمد جوهر موفد التلفزيون إلى باريس ليخلص لنا أو يوجز لنا اليوم الأخير في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا. محمد، ماذا لديك من تفاصيل بخصوص هذا اليوم؟ يوم معقول. محمد؟ إيه؟ محمد جوهر أنت على الهواء. أوه.
طيب إذن فقدنا الاتصال بمحمد جوهر موفد التلفزيون لتغطية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا. نخرج لفاصل ونواصل نشرتنا. واصل رئيس الوزراء شريف إسماعيل زيارته لمحافظة الأقصر لتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، حيث زار مستشفى البياضية ووجه بتوفير التموين اللازم للانتهاء من عمليات تطوير المستشفى في الوقت المحدد. كان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قد تفقد خلال زيارته للمحافظة المشروع القومي لإحياء طريق الكباش. كذلك التقى رئيس الوزراء بنواب البرلمان والقيادات التنفيذية بالمحافظة لبحث مجمع المشروع التنموي والخدمي الذي يقام هناك. جولة تفقدية للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لمدينة الأقصر، بدأها بزيارة إلى طريق الكباش الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول آخر التطورات به. طريق كباش فندم طوله حوالي 2700 متر، تم تقسيمه إلى 7 قطاعات طولية بتتضمن الأعمال بتاعتي، أعمال تسوية المصاطب الأثرية اللي هي في المنسوب الثاني، علاوة على ترميم ورفع كفاءة الممر الأثري. الطريق كباش فندم بيبتدي من معبد الأقصر إلى معبد الكرنك، علاوة على أن بنود الأعمال بتتم أعمال مباني سواء بالطوب اللبن عشان تماثل الفترة التاريخية اللي تم إنشاء الطريق فيها. الاتنين كيلو 700 دول وجدنا أن لازم نحط كل مسافات متساوية على يمين ويسار طريق كباش مجموعة من البرجولات لتستخدم لراحة الزوار، وعملنا لها أكسس أو عملنا لها طريق دخول ما بين الكباش بحيث يؤدي إلى البرجولة. لو عايز السائح أنه ينزل يكمل تاني في مشايات يقدر يمشي على المشاية الأثرية، أو نعمل له مخرج على الطريق الرئيسي لو مش عايز يستكمل هذا الموضوع. ثم توجه رئيس الوزراء إلى البر الغربي في زيارة إلى معبد حتشبسوت ومقبرة رمسيس الثالث، وزيارة إلى غرفة التحكم. كما شملت الجولة زيارة إلى وادي الملكات، حيث قام رئيس الوزراء بزيارة إلى مقبرة نفرتاري في رسالة تدعو إلى تنشيط حركة السياحة في مصر. خطوات هامة تتخذها الحكومة من أجل تحويل مدينة الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح على مستوى العالم، نظرا لما تضمه تلك المدينة من حضارة عريقة. من مدينة الأقصر، أحمد أبو الحسن، النيل. وصلت الفرقاطة شباب مصر إلى قاعدة الإسكندرية البحرية برأس التين قادمة من كوريا الجنوبية بعد إتمام إجراءات استلامها، حيث تم إهداؤها إلى مصر في إطار دعم العلاقات العسكرية المتميزة بين البلدين. تتميز الفرقاطة بالقدرات القتالية العالية من المدفعيات المختلفة الأعيرة وقدرة الإبحار لمسافات طويلة، كما يمكنها إطلاق التوربيدات وقذائف الأعماق، حيث أنها مزودة بأحدث الأنظمة الملاحية والإشارية. كما تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الفرقاطة في توقيت قياسي بذل خلاله رجال القوات الجوية الجهد للتدريب والعمل على جميع التقنيات المزودة بها هذه الفرقاطة. للمزيد من المتابعة والرأي ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة اللواء بحري متقاعد محمد إبراهيم خليل، مدير الكلية البحرية الأسبق. بنرحب بحضرتك يا سيادة اللواء. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني بودي أن أسأل حضرتك عن هذه الفرقاطة وكونها من كوريا الجنوبية، ولو تعطينا فكرة يعني عن إمكانياتها إضافة لما ذكر في تفاصيل الخبر. الحقيقة الكوربيت شباب مصر هي إضافة نوعية وكمية للقوات البحرية المصرية. فهذه الكوربيت بتتميز بقدرتها العالية والفائقة في المدفعيات الموجودة عليها ضد سفن السطح المعادية وضد الأهداف الجوية، بالإضافة إلى صواريخ سطح المميزة التي زودت بها الحية، بالإضافة إلى الأجهزة الملاحية والإشارية. وهذه الفرقات الحقيقة هي نتيجة التعاون المثمر بين كوريا الجنوبية وجمهورية مصر العربية، ولاعتزاز القيادة السياسية بشباب مصر فتم تسمية هذه الكوربات باسم شباب مصر. وعادة تطلق الأسماء لهذه الوحدات
من أسماء العظماء من القادة ومن المواقع القتالية المختلفة. وهذا يعني أن شباب مصر في الدرجة العظيمة في مخيلة وفي بال القيادة السياسية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وشعب مصر بالكامل. الحقيقة هذه الكورفيت تتميز بالإبحار لمدايات طويلة، فهي أبحرت من كوريا الجنوبية إلى جمهورية مصر العربية في حدود وحوالي 3500 ميل بحري، واشتركت أثناء الإبحار في تدريب مشترك مع البحرية لكوريا الجنوبية والهند. وزي ما حضرتك عارف البحرية في كوريا الجنوبية تنتمي إلى المعسكر الغربي والقوات البحرية. نعم مفهوم. طب سيادة اللواء، يعني ما معنى أنه يكون في بيننا وبين كوريا الجنوبية تعاون عسكري في هذا المجال؟ نتعاون مع المعسكرين في هذا التدريب للقدرة الفائقة لقادة هذه الوحدات وللضباط وللقيادة في الأسكندرية التي تستطيع أن تسيطر على هذه الوحدات وهذه الأعداد من البحارة. فلا يخفى على حضرتك أن كان في أكثر من 100 بحار وضابط موجودين من شمال أوروبا إلى شرق آسيا في هيئة تدريب مشترك وفي هيئة إبحار بصفة مستمرة. ولا يخفى على حضرتك أن في خلال الساعات القليلة القادمة ستقوم القوات البحرية بالاشتراك مع دولة صديقة في تدريب مشترك في شمال البحر الأبيض المتوسط. وهذا يعني أن القوات البحرية في حالة حراك مستمر مثلها زي القوات الجوية والقوات البرية والجيوش الميدانية. ليطمئن الشعب المصري وأبنائنا في القطر المصري وفي القطر العربي بالكامل له درع وسيف يستطيع أن يحمي شماله وجنوبه وشرقه وغربه. طيب وبالتالي أنا الحقيقة يعني يبدو أنه في مشكلة في التواصل مع حضرتك، فأنا بشكرك على المعلومات اللي قدمتها لنا والتحليل الطيب عن إمكانيات هذه الفرقاطة. شكرا جزيلا سيرة اللواء بحري متقاعد محمد إبراهيم خليل مدير الكلية البحرية الأسبق. نعود مرة أخرى لمتابعة اليوم الأخير في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا، وينضم إلينا من جديد من هناك موفد التلفزيون المصري محمد جوهر. محمد، إذن اللقاء الخاص اليوم بوزير الداخلية الفرنسي، ما هي التفاصيل المتوفرة لديك وماذا عن نشاط اليوم الأخير لزيارة السيد الرئيس؟ نعم أمل، بالنسبة للنشاط في أو الفعاليات اليوم الأخير لزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولفظ المرافق له لفرنسا، منذ قليل كان هناك لقاء جمع بينه وبين وزير الداخلية الفرنسي، تم الحديث فيه ربما عن مجمل الأوضاع التي تهم البلدين من الناحية الأمنية. وكان الرئيس أيضا قد توجه مساء أمس إلى مقر البرلمان الفرنسي للتباحث حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة مكافحة الإرهاب والتطرف الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في إطار ما يعرف بالدبلوماسية البرلمانية. هذه الأمور تم التشاور بشأنها خلال زيارة السيد الرئيس للجمعية الوطنية الفرنسية، وتعد هي الغرفة الثانية للبرلمان الفرنسي، من المعروف أيضا أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الأولى بالبرلمان، ما يعكس حرص البلدين على التواصل المستمر على كافة المستويات. بالطبع كان هناك مراسم استقبال للسيد الرئيس لدى وصوله سواء للبرلمان أو للجمعية للمجلس الشيوخ أو الجمعية الوطنية، وكان هناك حفاوة في الاستقبال. فيما يتعلق بالجمعية الوطنية، كان السيد الرئيس قد تحدث عن أهمية هذه الزيارة بالنسبة للبرلمان المصري والبرلمان الفرنسي من أجل زيادة التلحف فيما يتعلق بين الجانبين. أيضا كانت هناك مباحثات موسعة ضمت عدد من النواب منهم رئيس جمعية الصداقة البرلمانية مع مصر في المجلس، أيضا النائبة الممثلة للفرنسيين المقيمين في مصر، والتي أشادت بما يلقونه من تعامل طيب من قبل المصريين للجالية الفرنسية أو الفرنسيين الموجودين هناك، مما جعلهم
يعني يقومون بتوسيع نشاطاتهم في هناك، حيث كانت في زيارة لمصر منذ عدة شهور وتحدثت عن هذه الانطباعات الإيجابية. أيضا السيد الرئيس استعرض مع فرانسوا دوروجي عقب استعراض حدث الشرف بعض الأمور المهمة التي تتعلق بترسيخ علاقات الشراكة فيما بين البلدين. أيضا دوروجي ثمن الدور المصري الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. السيد الرئيس أشاد بالنمو المتواصل الذي تشهده العلاقات فيما بين البلدين، وعرض لمجمل التطورات السياسية والاقتصادية على الساحة الداخلية، وأكد حرص سيادته على إنشاء دولة ديمقراطية حديثة تقوم على سيادة القانون وترسيخ قيم المواطنة والتسامح وقبول الآخر، فضلا عن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات. وأشاد بدور الذي يقوم به مجلس النواب في تدعيم العملية الديمقراطية، وأوضح أيضا أن 50% من أعضائه لم يسبق لهم العمل البرلماني من قبل، ونسبة الشباب في تزيد عن 40%. أيضا في هناك تواجد عدد كبير من النواب السيدات وذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس النواب المصري، إضافة إلى استعراض سيادته للمحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، إضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف المجالات. أيضا تم استعراض عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز جهود المجتمع الدولي من أجل مكافحة الإرهاب، وهي من الأمور المهمة التي تناقش فيها مع أعضاء الجمعية الوطنية. أيضا زيارة سيادته للبرلمان الفرنسي الجمعية الوطنية يأتي إيمانا بأهمية التواصل مع ممثلي الشعوب في دول العالم المختلفة، لأنهم يتحدثون بلسان حال الشعوب. أيضا لدى زيارة السيد الرئيس إلى مجلس الشيوخ أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن سعادته بالالتقاء بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيضا السيد الرئيس هنأه على تجديد انتخابه مرة أخرى كرئيس لمجلس الشيوخ في إعادة الانتخاب في منصبه بداية الشهر. أشكرك شكرا جزيلا محمد جوهر، موفد التلفزيون المصري إلى فرنسا. إلى الملف العراقي، حيث أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العباد اليوم أن بغداد لا تقبل إلا بإلغاء استفتاء إقليم كردستان والالتزام بالدستور العراقي. كان التوتر قد تصاعد بين بغداد وأربيل عقب إجراء إقليم شمال العراق لاستفتاء الانفصال في 25 من سبتمبر الماضي، والذي تؤكد الحكومة العراقية أنه غير دستوري بل وترفض التعامل مع نتائجه. الجدير بالذكر أن القوات العراقية كانت قد أطلقت منتصف أكتوبر الجاري حملة أمنية سيطرت خلالها على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها مع إقليم كردستان، تشمل محافظة كركوك وأجزاء من محافظات نينوى وصلاح الدين وديالي. تفاعل الأكراد العراقيون مع عرض إقليم كردستان تجميد نتائج الاستفتاء المثير للجدل في إطار حوار مع حكومة بغداد. عدد من الأكراد قالوا إن الاستفتاء كان خطوة خاطئة، موجهين انتقاداتهم إلى الرئيس الكردستاني مسعود البرزاني. دعوة إقليم كردستان بتجميد نتائج الاستفتاء على استقلاله لاقت تأييدا بين الأكراد العراقيين. عدد من سكان الإقليم اعتبروا أن خطوة الاستفتاء كانت خاطئة، وكانت تهدف بالأساس إلى تحقيق مجد سياسي لزعيم الإقليم مسعود برزاني. لم يكن هناك أي فائدة من ذلك الاستفتاء على الإطلاق. أرى أن مسعود برزاني فعل ذلك من أجل مجده الشخصي، فهو يريد البقاء في السلطة، في حين ألقى البعض باللائمة على الولايات المتحدة وأوروبا.
أمريكا أوروبا حرموا. الولايات المتحدة وأوروبا كانتا غير مخلصتين تماما تجاه الأكراد. نحن فقدنا كل ثقتنا في الولايات المتحدة وفي أوروبا وفي الجميع. ومن غير المرجح أن تلقى دعوة إقليم كردستان قبولا لدى بغداد التي تطالب بإلغاء نتائج الاستفتاء قبل مشاركتها في أي مفاوضات مع الأكراد حول العلاقات بين الحكومة المركزية والإقليم. منذ بداية حملة الاستفتاء شعرت أنه كان خطأ، قد ارتكب الأكراد خطأ كبيرا نحو شعبهم، وكان عليهم أن يستمعوا منذ البداية عندما رأوا رفضا من الولايات المتحدة والأمم المتحدة. ويعيش الإقليم انقسامات وانتكاسات سياسية في ظل أزمة خانقة، خاصة بعد فقدان إيرادات حقول نفط كركوك إثر سيطرة القوات العراقية عليها، لتنطلق الدعوات المطالبة باستقالة بارزاني وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لتجنيب الإقليم المزيد من الخسائر والانقسامات. والمزيد من الرأي والتحليل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد المحلل السياسي طارق حرب. سيد طارق، يعني تحياتي، وأرجو أن تقول لنا وجهة نظرك فيما يحدث. يعني رئيس الوزراء العبادي رفض تجميد الاستفتاء وطلب بإلغائه، هل تعتقد أنه مع الضغط الدولي أنه إقليم كردستان ممكن يستجيب لهذا الأمر، وكأن هذا الاستفتاء لم يكن وفقا لما تعلنه بغداد بأن أنه يخالف الدستور؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال ونواصل تقديم الأنباء. أطلق اليوم الجيش العراقي عملية عسكرية لدحر تنظيم داعش في آخر معقل له بمدينة القائم قرب الحدود السورية، بالتزامن مع إعلان الأكراد عن هجوم للقوات العراقية على قواتهم بشمال البلاد. كان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قد وصف العملية في القائم بآخر معركة كبيرة ضد تنظيم داعش، فحيث افترض أن تشكل القوات السورية والعراقية نقطة التقاء على جانبي الحدود لتطويق تنظيم داعش في منطقة وادي الفرات. أفادت مصادر سورية اليوم بإطلاق قوات الجيش السوري لعملية عسكرية ضد مسلح تنظيم داعش الإرهابي باتجاه مدينة البوكمال على الحدود العراقية جنوب محافظة دير الزور. وقالت المصادر إن مسلح داعش وضعوا سواتر على مداخل المدينة وقاموا بتفخيخ أطرافها والطرق الرئيسية لها في محاولة للتصدي للهجوم. كما أضافت المصادر أن القوات السورية تتقدم من محورين هما البادية السورية ونهر الفرات للسيطرة على المدينة، مشيرة إلى أن القوات البرية بدأت بالفعل في التحرك لشن الهجمات بغطاء جوي روسي. على جانب آخر، قتل 33 عنصرا على الأقل من القوات السورية في هجمات لتنظيم داعش بمحافظة دير الزور خلال اليومين الماضيين. كان تنظيم داعش الإرهابي قد شن سلسلة هجمات معاكسة أجبرت القوات السورية من الانسحاب من المناطق التي كان قد سيطر عليها في ريف دير الزور الشرقية. كذلك اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين داخل أحياء دير الزور التي بات التنظيم محاصرا فيها. في سياق آخر، قصف الطيران السوري مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة السورية في ريف دمشق الشرقي بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي أحد أهم الفصائل العاملة في غوطة دمشق الشرقية. والمزيد من المتابعة انضموا إلينا مباشرة من دمشق الأستاذ علي مقصود الخبير العسكري والاستراتيجي. تحياتي لك أولا. وكيف هي إذن الأوضاع الآن خاصة بعد قوات الجيش السوري بعد قيامه بهذه العملية العسكرية باتجاه إذن مدينة البوكمال؟ تحية لكم وللسادة المشاهدين الكرام. في الحقيقة الجيش السوري في هذه الأيام يتقدم بشكل حثيث وكبير باتجاه
المعركة الحاسمة والمفصلية في البوكمال التي تقع على الحدود السورية العراقية مقابل القائم وراوة أي غرب الأنبار في داخل العراق، لأن هذه المعركة معركة مشتركة. وعندما تحرك الجيش باتجاه هذه المعركة كان هناك سلسلة من الإنجازات، أهمها في معركة الميادين دير الزور، أي بسيطرة الجيش على كل المواقع والبلدات والمناطق المنتشرة على هذا الشريان الذي يربط مدينة دير الزور بالميادين، بدءا من بقرة الفوقاني والتحتاني والزباري والسعل والطوب، وصولا إلى الأبوليل والمحسن التي شكل تحريرها من قبل الجيش السوري من هذه المجاميع الإرهابية ضربة قاضية، لأنها ترافقت مع تحرير الميادين ومحيط الميادين وصولا إلى محجان والطوبية والعشارة الخورية والعشارة. وبالتالي عندما يتم السيطرة على كل هذه الشرايين وفتح الطرق أمام الجيش والاستيلاء على هذه الأسلحة المكدسة في مدينة الميادين بمئات الأطنان، ومن أحدث أنواع الأسلحة الإسرائيلية وأسلحة الناتو ومنظومات الاتصال الفضائية التي كانت تؤمن للدواعش التحرك والمناورة واستهداف الجيش عبر الفرج والثغرات التي تقدمها هذه الوسائط الاستطلاعية. أنا بتقديري بعد أن سيطر الجيش على حي الصناعة وبالتالي أحكم الطوق حول الحي الأكبر أو المنطقة الأكبر في محيط مدينة دير الزور وهو حويشة الصقر، لأن سيطرة الجيش على حطلة وخشام وامراض وأيضا قبلها مظلوم وضع هذه المنطقة حويشة الصقر المعقل الكبير والأخطر، لأنه منطقة تغطيها الغابات والأشجار والضواحي السكنية، فلذلك بدأ الجيش حاليا باقتحام حويشة الصقر باللحظة التي تقدم من المحور الجنوبي باتجاه البوكمال، من محور حميمي السخني باتجاه المحطة الثانية، وسيطر يوم أمس على الآبار الارتوازية، والساعة 11 هذا اليوم سيطر على المحطة الثانية في طريقه إلى البوكمال. إذن الجيش حاليا يتحرك باتجاه البوكمال بمنطقة مكشوفة من شرق الميادين التي وصلت طلائع القوات إلى جديدة عقيدات وإلى كوة البعير، وبعدها منطقة تسمى خريطة وخربة المجردة التي لا تبعد عن البوكمال إلا بحدود 20 إلى 22 كيلو متر. وعندما يصل الجيش من المحور الجنوبي ليسيطر على المحطة الثانية حوالي 18 كيلو متر عن القائم، إذن معركة القائم باتت مطوقة بالنيران، وأيضا القوات العراقية التي سيطرت على مسرق راوة وتقدمت باتجاه القائم وأيضا تحكم السيطرة عليها وتتقدم من ثلاثة محاور، هذا يعني بأن المعركة المفصلية والحاسمة التي تهدف إلى إقامة هذا الطريق البري والتواصل السوري العراقي ستسحق هذه المجاميع الإرهابية في كل من البوكمال. نعم وضحت الفكرة، أشكرك شكرا جزيلا. بانوراما النيل متواصلة مع حضراتكم، وفيها بعد أنباء الاقتصاد: الكينيون يصوتون في انتخابات رئاسية تقاطعها المعارضة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي يختتم زيارته اليوم لباريس بعقد سلسلة من اللقاءات تتناول تعزيز العلاقات بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي. رئيس الوزراء شريف إسماعيل يواصل زيارته لمحافظة الأقصر لتفقد عدد من المشاريع التنموية بها. انضمام الفرقاطة شباب مصر إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية. والآن موعد الأنباء الاقتصادية. الأخبار الاقتصادية في هذه النشرة مع مجدل أرض. لك الزملاء أمل وأيمن، شكرا لكما وأهلا بكم مشاهدينا في وقفتنا الاقتصادية. وفيها اللون الأخضر يسيطر على مؤشرات البورصة المصرية ومكاسب رأسمالية بنحو 5 مليار جنيه قبيل ختام التعاملات. أهلا بكم مجددا. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا قبيل إغلاق تعاملات اليوم آخر جلسات الأسبوع بدعم من عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين، قابلها عملية بيع من قبل المستثمرين العرب والأجانب. وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.77% ليبلغ مستوى 14,008 نقطة، كما ارتفع أيضا مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.67% ليبلغ مستوى 778.31% من النقطة. شملت الارتفاعات مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقاً الذي تراجع بنحو 0.84% ليبلغ مستوى 1750.14% نقطة. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5 مليارات جنيه ليبلغ 773.3 مليار جنيه قبيل ختام التعاملات. وإلى أسعار الصرف، حيث شهد الدولار اليوم استقرارا نسبيا في البنوك في بداية التعاملات، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار 17 جنيها 60 للشراء 17 جنيها 70 للبيع. أعلنت شركة موانئ دبي العالمية السخنة أن ميناء السخنة استقبل اليوم السفينة كليو التي تعد أول سفينة ركاب سياحية منتظمة تصل لميناء السخنة منذ عام 2011. وضمت السفينة 100 سائح سوف يتوجهون إلى القاهرة لزيارة الأهرامات ثم التوجه إلى الغردقة. وذكرت الشركة في بيان لها أنها تتوقع أن يستقبل الميناء رحلة سياحية جديدة كل أسبوع بهدف دعم قطاع السياحة الذي يتمتع بأهمية خاصة في مصر. وقعت شركة مصر للطيران عقد تجديد الشراكة بين جانب مصري ممثلا في شركتي مصر للطيران للخدمات الجوية والمصرية لخدمات الطيران والشريك الأجنبي شركة لافت هانزا الألمانية في مجال الخدمات الجوية وتموين الطائرات. وأكد رئيس مجلس إدارة مصر للطيران صفوت مسلم على تعزيز الشراكة وتوسعة حجم الاستثمارات في مجال الخدمات الجوية وتموين الطائرات مع شركة لافت هانزا والاستفادة من الخبرات الألمانية بجانب الخبرة المصرية في هذا المجال، بما يساهم في تعزيز العمل والاستثمار المحلي والأجنبي في المطارات المصرية. أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير هو أحد الركائز الأساسية في إصلاح البيئة التشريعية لمناخ الاستثمار في مصر. ويأتي قانون الاستثمار في إطار سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الوزارة لتهيئة مناخ مشجع وجاذب للاستثمار، تضمنت إصلاحات تشريعية ومؤسسية وإدارية تم السير فيها جميعا بشكل متوازي. قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إنه في الوقت الذي تعد فيه بلاده ميزانيتها لعام 2018 يتوقع الخبراء أن تستقر أسعار النفط أو ترتفع قليلا. هذا ولا تنشر الحكومة السعودية تقديراتها لأسعار النفط التي تضع على أساسها ميزانيتها، ويقدر الخبراء أن موازنة عام 2017 وضعت على أساس متوسط سعر النفط في نطاق بين 47 و55 دولار للبرميل. أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لتقديم كل الدعم المطلوب لبغداد في سعيها لإعادة فتح خط أنابيب النفط الممتد من حقول النفط في كركوك إلى تركيا. تصريحات أردوغان جاءت عقب اجتماعه برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي أكد خلالها عزم تركيا تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع العراق.
كان العراق قد توقف عن إرسال النفط عبر خط الأنابيب المارب الأراضي الكردية إلى ميناء صهيان التركي ومنه للأسواق العالمية في عام 2014. هذا واعتمدت تركيا في السنوات الأخيرة على النفط الكردي بشكل كبير لسد احتياجاتها. مشاهدينا، وقفة اقتصادية انتهت في البانوراما، عودة لمواصلة القراءة السياسية مع الزملاء أمل وأيمن. شكرا لكم. شكرا لك ماجد. وصل الناخبون في كينيا الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية تقاطعها المعارضة التي تطعن في صدق العملية الانتخابية. من جانبه، طلب زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا إجراء انتخابات رئاسية جديدة حرة ونزيهة في غضون 90 يوما. وسط انقسامات سياسية حادة تجري في كينيا جولة إعادة للانتخابات الرئاسية على الرغم من طلبات تأجيلها ومقاطعة المعارضة التي تطعن بمصداقية العملية الانتخابية. مع بداية عمليات التصويت، شهدت لجان الاقتراع إقبالا محدودا يتناقض تماما مع صفوف الناخبين الطويلة التي كانت تنتظر بدء التصويت في الانتخابات التي أجريت في 8 أغسطس الماضي. نتمنى أن يتمكن الفائز بغض النظر عن هويته من توحيد البلاد التي مزقتها سياسات اليوم والسياسيين. كانت المحكمة العليا في كينيا قد أعلنت بطلان فوز الرئيس أوهورو كينياتا بولاية ثانية في انتخابات أغسطس وأمرت بإجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما كما ينص الدستور. من جهته، قرر مرشح المعارضة رايلا أودينغا مقاطعة الانتخابات ودعا الناخبين إلى أن يحزوا حزوة، معتبرا أن هذه الانتخابات لن تكون حرة ولا نزيهة. واتهم أودينغا اللجنة الانتخابية بعدم القيام بإصلاحات كافية في العملية الانتخابية منذ أبطلت المحكمة العليا الانتخابات الأولى بسبب تجاوزات عديدة في نشر نتائج التصويت. إنهم منظمون جدا، عندما تدخل تجد اسمك وصورتك ويتم الأمر في منتهى السرعة. عندما جئنا هنا في آخر مرة تأخرنا كثيرا، لكن الآن يعملون بكفاءة، لقد أنجذوا كثيرا. يأتي هذا فيما أعلن رئيس المحكمة الكينية العليا أن المحكمة لم تتمكن من النظر في الطعن المقدم من ناشطين لإرجاء إعادة الانتخابات الرئاسية لعدم اكتمال النصاب القانوني لقضاة المحكمة. من جهته، دعا رئيس كينياتا مواطنيه إلى التخلي عن المشاركة في تظاهرات المعارضة لإعطاء فرصة لأن يسود سلام البلاد في الوقت الذي يمارس فيه الشعب حقه الدستوري في اختيار الرئيس القادم. والآن مع أخبار الرياضة في هذه النشرة. أصحابنا في هذه الأنباء الزميلة إيمان الشيخ. أهلا بك إيمان. أهلا بك.